أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الثاني من محاضرة اليوم، لأنه الجزء الأول صار كبير، تحميل يكون صعب. الجزء الثاني وصلنا إلى Time Varying and Time Invariant System. يقول If the parameter of control system vary with time، يقول إذا متغيرات نظام التحكم تغيرت مع الزمن فنسميه Time Varying System، هذا Time Varying. If they are not vary with time، إذا ما تغيرت مع الزمن the system is time invariant، يعني يعتمد على الزمن. اعتمد على الزمن، تغير مع الزمن نسميه time varying، ما اعتمد time invariant. راح ياخذ مثالين، السمبل روكت اللي هو يسموه الصاروخ البسيط. يقول الصاروخ البسيط راح يتغير ويا الزمن. ليش يتغير ويا الزمن؟ يقول لانه به حركه، والحركه مالته من نجي رياضيا نحسبها نشوف الفيول الوقود مالته، كل ما يطير الصاروخ راح الوزن مالته يقل لانه يفرغ من الوقود مالته. بالمقابل يقول لك اذا مع الزمن تغير الخصائص مالته فنسميه تايم فيرينج. اما النوع الثاني يقول سمبل بنداليوم. سمبل بنداليوم يعني يقصد به رقاص الساعه، رقاص مالت الساعه المؤشر. يقول الكتله مالته تبقى ثابته رغم انه يتحرك، ياخذ يمين ويسار يمين ويسار، او اذا الرقاص اللي يفتر حوله ما يتغير الوزن مالته، يبقى نفس الوزن ما يتغير. فيقول نقدر نكتب معادله نسميه ام دي تربيع، الام اللي هو الماس الكتله هو متغير ويا قيمه الالفاء التغير. فهذه هي معادله الزمن. احنا اللي يهمنا انه نعرف شنو معنى التايم فيرينج وشنو التايم انفيرينج من خلال السطرين الاولين. بالمقابل لو نشوف احنا ايش عندنا، نشوف كهربائيا بهذا الموضوع. يقول اذا عندي ال ار يعني ملف ومقاومه سيركت، يعني دائره بها مقاومه وملف على التوالي. تخيل مقاومه وملف على التوالي، يعني شلون مقاومه وملف على التوالي؟ يعني اذا اخذنا المقاومه وملف، خلينا ناخذ قلم نكتب به، هذا هايلايت عندي هذا القلم زين. يعني اذا اخذنا هذه مقاومه هالشكل واخذنا ملف، هذا الملف مالتي اخذناه هالشكل، هذا على التوالي مقاومه وملف. فهنا بين هالنقطه وهالنقطه عندي الاي اللي هو حرف الاي، خلينا ناخذ لون اخر، لون اسود حتى يبين. نعم نكبر الحجم مالته، يعني 36، هذا الاي. طيب هذا هو عندي حرف الاي موجود هنا. طيب هذا حرف الاي، هذا الار وهذا ال. طيب ايش راح نشوف؟ انه المعادله مالتهم حسب قانون كيرشوف، الجهد الكلي الموجود هنا، الجهد الكلي الموجود هنا هو عباره عن الجهد على المقاومه زائد الجهد على الملف. الجهد على المقاومه الار في الاي، تيار يمر به R في الاي هو الفولتي على المقاومة، والملف هو L دي اي على دي تي. فاذا هذه هي معادلة الجهد على مقاومة وملف. يقول where L and R are constant، يعني قيمهم ثابتة. But if the current is high، اذا التيار صار عالي، ال L and R become L of T، يعني يتغير ويا الزمن، and ال R هم يتغير because they get hot، راح يعطينا حرارة مع الزمن، and their value change، يعني هاي القيم راح يتغير. اثنيناتهم على التعاقب، راح نشوف ال LR اذا هي ليست نوت تايم انفيريانت، يعني مو تايم انفيريانت. وصلنا الى فقره ديترمينستيك اند ستوجستيك كنترول سيستم، سميناها الانظمه القطعيه او الحتميه والانظمه العشوائيه. شو يقصد بها؟ يقول إذا أنظمة المراقبة والتحكم في Control System Produce، يعني أنتجت لنا a predictable and reliable output، يعني يقصد بال يعني يسوي يتوقع إعادة الخرج، يعني يمكن تنبؤ بالخرج. It is subjected to now input and disturbance، يعني اذا انظمة المراقبة والتحكم انتجت او توقعت الخرج، يعني توقعنا ايش راح يطلع بالخرج، نبأنا
عندما يخضع لإدخال المعروف زين، واكو عندنا بيه اضطراب نسميه نظام التحكم القطعي، نسميه دوميستيك كنترول سيستم. يعني ايش وقت نسميه نظام تحكم قطعي معروف؟ يكون الخرج مالته عندما يكون الدخل ايضا معروف. وماخذ كمثال ايضا السمبل بندوليوم اللي هو عندنا رقاق الساعة كمثال، فنسميه ديترمينستيك سيستم. ليش؟ يقول لانه ينطينا بليس، موقع given place، يعني يعرف الموقع الرقاق نعرفه ياخذ من يمين الى اليسار، واذا كان دائري من رقم واحد الى اثنين الى ثلاثة وهكذا. والاوسليت يعني تذبذب، وذا سم تايم بنفس الوقت بيريود بفترات اوفر سمبل ديسبليسمنت اوف اتس اوب، يعني راح يتحرك بمسافات او ازدواحات معروفة. هاي الحالة الاولى قلنا اذا النظام مالتي ديترمينستيك اذا كانت المدخلات معروفة والمخرجات معروفة ومتوقعة رغم الاضطرابات، فنسميه هذا النظام القطعي او النظام الحتمي. اما النظام العشوائي يقول when the output of control system becomes satisfactorily predictable، يقول عندنا عندما يخرج نظام التحكم يصبح التنبؤ به احصائيا صعب، it is called a statistics system. فاحنا اخذنا الحالة الاولى والحالة الثانية، ونقدر بشكل سريع نلخص لكم هذا الكلام. يقول اذا كان عندي الانظمة المراقبة والتحكم انتجت لنا او توقعت لنا الخرج، يعني تمكننا نتبأ بيها، فعندما يخضع الادخال المدخل اللي يكون معروف وعندي اضطراب ايضا حتى الموجود نسميه نظام التحكم الحتمي او القطعي. وماخذ كمثال البندول المتأرجح البسيط هو نظام قطعي لانه يعطي مكان معين وسوف تذبذب مع نفس الفترة الزمنية بازاحة صغيرة من التمايل، التمايل اللي سميناه البوب. وعندما يخرج نظام التحكم يصبح التنبؤ بها احصائيا يعني حسابيا، ويسمى مؤشر النظام العشوائي. هناك مجموعة من جزيئات غاز مثلا في علبة على سبيل المثال يشكل نظام قطعي، وذلك لانه تعطي درجة حرارة معينة وجميع الجزيئات لا يحصلون على نفس السرعة، وبعض الجزيئات لديها سرعات عالية جدا وبعضها منخفضة جدا، وسوف يتمكن معظمهم من الحصول على سرعة معينة تسمى السرعة الاكثر احتمالا. هذا خلال هذا الشرح. وبعبارة اخرى راح نلقى هنا موجود ايضا كلمة وبعبارة اخرى، ان سرعة الجزيئات قابلة للتنبؤ بها احصائيا، وهناك العديد من الامثلة على الانظمة العشوائية. في الواقع فان معظم النظمة الطبيعية انظمة عشوائية، خذ على سبيل المثال درجة الحرارة في مكان معين على سطح الارض بتأريخ معين لسنة، فإن درجة الحرارة قابلة للتنبؤ إحصائيا وتسمى درجة الحرارة العادية، على الرغم من أن أنظمة إمداد الطاقة واستقبال الطاقة هي نفسها التي تضم الشمس والأرض، يعني نقدر نتنبأ بها. إذن عرفنا هذا النظامين، إذا قدرنا نتنبأ بالخرج نسميه ديترمينستيك، إذا ما قدرنا نسميه ستوجستيكس يعني عشوائي. الجزء الأخير اللي هو SISO و MIMO سميناه هنا مكتوبة اختصارات مال Single Input Single Output، وعندنا Multi يعني متعدد المداخل ومتعدد المخارج. هذه مختصرات مالت Single Input Single Output و Multi Input و Multi Output. بالحقيقة هذه يعطينا مثال Single Input Single Output، يعني الحساس ياخذ شنو؟ ياخذ عندنا قيمة واحدة مثلا يقيس درجة الحرارة فقط، او يقيس درجة الرطوبة، يقيس يطلع لنا مخرج واحد. هنا ياخذ عدة احتمالات، يعني جهاز يقيس حرارة ويقيس رطوبة ويقيس مثلا الفلو اللي هو يعني سوائل. فاذا عدة قياسات يقيس نسميه مالتي انبوت مالتي اوتبوت، يعني عدة مداخل وعدة مخارج.
بينما سنجل انبوت يعني مدخل واحد ومخرج واحد. الآن هذه كلها كانت المواضيع الأربعة اللي شرحناهن يخص تصنيفات الأنظمة التحكم، يخص تصنيفات أمثلة أنظمة التحكم اللي هو الأربعة: linear and non-linear system, time varying and time invariant system, deterministic and stochastic system, و single input single output و multi input multi output. هذا control system category. أخذنا الجزء الأول اللي تشرح الـ control system. هسه وصلنا إلى transfer function يعني دالة الانتقال. طبعا أنا لحد هنا أقدر أكتفي بمحاضرتي لليوم حتى تقروها زين وتفهموها زين، ومحاضرة الأسبوع القادم إن شاء الله راح يصير دالة الانتقال transfer function. وترانسفير فانكشن ايضا راح اعرض لكم لها فيديوهات ممكن ان تستفيدون من عندها ان شاء الله. تمنياتي للجميع بالتوفيق، واذا عندكم اي سؤال نرجع نقول تقدرون بالتعليقات او تقدرون يوم الخميس محاضرة العملية تسألون بها. تحياتي للجميع وتوفيقي ان شاء الله في تقديم هذه المحاضرة. اليكم وشكرا جزيلا.